تمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية من تحقيق المركز الأول في مهرجان جائزة المؤسس الملك عبد العزيز للإبل في الأشواط الفردية لفئة المجاهيم وذلك عن طريق شوامة. تعتبر مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة هي الأولى من نوعها حيث حقق المركز الأول عن طريق البكرة المشهورة والمعروفة شوامة وسجل هذا الإنجاز المتميز إضافة لإنجازات سموه ولمملكة البحرين بعد منافسة قوية بين مختلف المشاركين من دول الخليج العربي. يحظى هذا المهرجان باهتمام ورعاية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويعتبر من أهم وأكبر المهرجانات المهتمة بالإبل والموروث الشعبي بشكل عام. بهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى دخل الله ورعاه بمناسبة الفوز في جائزة مهرجان المؤسس الملك عبد العزيز للإبل التي تعتبر من الجوائز المهمة التي يشارك فيها مختلف ملاك الإبل بجميع أنواعها، مؤكدا سموه أن الإنجاز الذي تحقق في هذه المشاركة الأولى يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ونتائج متميزة في المهرجانات المقبلة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقد جاء الفوز بالمركز الأول في مسابقة مجاهيم بشوامة نتاجا لدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي يحرص دائما على إحياء التراث البحريني الأصيل ودعم المبادرات الرامية للمحافظة عليه والاستمرارية، خاصة وأن الإبل تمثل جانبا مهما من تراث البحرين المجيد وكان الأجداد يبدون كل الاهتمام والرعاية به. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالمهرجان يشكل علامة بارزة له وجعل من الملاك يبدون اهتماما واضحا بالمشاركة في مختلف مسابقاته، كما شكلت رعايته دافعا قويا للمحافظة أكثر وأكثر على الإبل والاهتمام بها باعتبارها تمثل علامة من تاريخ المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقد استقطب مهرجان المؤسس الملك عبد العزيز للإبل ملاك مزايين الإبل للتنافس الشريف والقوي على جوائزها بالإضافة إلى إبراز دورهم في هذه الرياضة التراثية العريقة التي كان يمارسها أبناء البحرين والخليج بشكل مستمر، ولم تستطع التغيرات في المجتمع والتكنولوجيا والانفتاح الثقافي أن يزيلها من أذهان أبناء البحرين والخليج، بل زادها ثباتا من خلال تنظيم العديد من الجوائز من أبرزها مهرجان المؤسس الملك عبد العزيز للإبل.